شايفين ازاي؟ الاميبا زي الدكاتره اللي هي بكتيريا ولا فيروس ولا اي حاجه، ده بارازايت او بنقول عليه بروتوزوا. بروتوزوا عباره عن خليه واحده، يعني هو يوني سيلولار اورجانيزم، كائن حي من خليه واحده فقط، تمام؟ بيتعايش على، يعني هو اوبورتيونستيك، يعني بيعيش في الانتستين، فاهمين ازاي؟ وممكن يروح بقى الليفر ولونج وحاجات زي كده، بس هو متعايش على اذر اورجانيزم، ما يعتمدش على نفسه. فشفنا البكتيريا قبل كده بتخلق فوليك اسيد مثلا وبتعمل ميتابوليزم وعندها يعني امكانيات كتيره جدا، لكن الاميبا يا دكاتره من الاورجانيزمات اللي هي اوبورتيونستيك بجد، يعني بتتعايش على كل حاجه موجوده. بياخد الشخص في الحاجات اللي مش نظيفه، الاميبا دي تدخل في صوره سيست، اهو سيست اللي داخله ديت، هو اخد وخد الاميبا ديت ونازله السيست، تمام؟ السيست دي بيبقى جواها حاجه اسمها تروفوزايت، جواها حاجه كده اهوت مهمه اسمها ايه؟ تروفوزايت. طيب هو ممكن ياخد الحاجه ديت سواء السيست، والسيست تنفجر كده وتطلع التروفوزايت، خدتوا بالكم؟ وزي ما قلت لكم وهي في الانتستين، في الكولون تحديدا، في اللارج انتستين، بتعيش على البكتيريا. فاهمين ازاي؟ عشان كده بقى هيجي النهارده دور ان انا ممكن اسمع الانتي بكتيريال دراجز اللي انا درستهم قبل كده، ممكن استخدمهم في علاج الاميبا. ازاي؟ اقتل لها البكتيريا اللي كانت هتتغذى عليها. فاهمين ازاي؟ المهم يا دكاتره، ممكن المريض ياخد السيست وعادي جدا بعد كده ينزل في الستولز بتاعته السيست والتروفوزايت وما يحصلش حاجه، خلاص. اكل اكله مش نظيفه وقعد كده هوت يرمرم زي ما بنقول، وياخد حاجات مش نظيفه وبايديه المقرفه، خلاص. وتروح مثلا بتاع شاورما، يا لهوي، لو في واحد بتاع شاورما بيعمل مثلا بايديه، يا سلام يا سلام، ويقعد بقى ايه يعمل في ايديه بالعرق كده هوت وحاجات كده مقرفه، ويروح يعمل لك الشاورما وانت فرحان بيها، ده ياخد بقى اميبا مثلا، تمام؟ ممكن جدا السيست والتروفوزويد ينزلوا في الستولز كسيست باسرز اسيمتوماتيك، يجي لك المريض بس جاست كده بشويه ابدومينال بين بسيطه وانت بشوك، او مثلا يقول لك انا باكل كتير بس مش طالع عليا، ماشي؟ فبالتالي تفكر انت اول ما المريض يشكي او طفل يشكي من هذه الشكوى اعمل له تحليل ستول، ماشي؟ ما يجي لك يقول لك انا عمال باكل 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 مش طالع عليا، زي السفروت كده الصغير، تمام؟ خلاص، بعمل له ستول اناليسيز، يمكن يطلع اميبا او يطلع اي ديدان اخرى بارازايت زي ما هنشوف، فاهمين ازاي؟ بس المهم انه عندي حاجه اسمها سيست باسرز او اسيمتوماتيك كيسز اوف اميبا، بينزل ما فيهوش اي اعراض، ماشي؟ دي تكتشفها بالستول اناليسيز. ولكن ممكن جدا التروفوزويت ده بقى يا دكاتره يروح انفيد الانتستاينال وول، فاهمين؟ او اللي هو الوول بتاع الكولون، ممكن التروفوزويت يجي يخترق هذا الجدار بتاع الامعاء، وهنا بقى تظهر سيمتوم. اول ما يحصل انفيجن او بنتريشن للانتستاينال وول هتلاقي لا اعراض اللي هي الديزنتري، اللي بنسميها ديزنتري، اللي معظم الحالات اللي هتجيلك هتبقى شبه كده ديزنتري. يعني ايه ديزنتري؟ انتري يعني انتستن، وديس يعني ابنورمال انتستن. يعني ايه برضه؟ يعني المريض يجيلك بقى بابدومينال بين شديد جدا، خلاص، وماما تقول لك ان الولد بيدخل الحمام دبليو سي بيبدا يبقى فيه تعنيه، في صعوبة difficulty in defecation، مش قادر يعمل البيبي بتاعته، خدت بالك؟ وينزل يا دكتور انا بشوف البيبي بتاعته فيها مخاط ميوكس وبلط. هنا بقى انت لا، دي اسمها amoebic dysentery، دي اسمها intestinal amoebiasis، خدت بالك؟ وممكن اسميها كمان systemic amoebiasis. وانس يا دكاترة اني الاميبا التروفوزويت ساب اليومن يبقى اصبحت سيستميك. افهموا كويس قوي، لان انا عندي السيستميك بدايه من الانتستاينال وول، خلاص. هنا مجرد ما التروفوزويت ساب اليومن بتاع الكولون
اصبحت سيستميك. اذا كانت في الجدار بتاع الامعاء هسميها، ممكن اسميها تاني انتستاينال اميبايزيس. طلع التروفوزويت بقى بره الوول بتاع الكولون اصبحت اكسترا انتستاينال كده برضو سيستميك. يبقى السيستميك عندي حاله من اتنين، يا انتستاينال بس فين؟ في الوول بتاع الكولون، يا اما اكسترا انتستاينال. ممكن التروفوزويت بقى اشهر حاجه يروح للليفر ويعيش في الليفر، يبقى عندي ليفر اميبايسيس ويعمل ابسس. هوريكم شكل الابسس بتاعه. ممكن جدا يروح اللانج يعمل اميبيك ابسس، ممكن حتى يروح البرين يعمل برين ابسس. تخيل اميبا بسيطه تافهه خدت بالكم ممكن تعمل ابسس في البرين وتبقى كارثه، يعني بتموت حالات من اميبيك ابسس، اميبيك ليفر ابسس، اميبيك ليفر ابسس او برين ابسس. بصوا منظر الابسس هنا اهوت بتاع الاميبا شكله ازاي اهو، ده الاميبيك ابسس. تقعد انت سخونه عاليه للشخص ومش واخد بالك، عمال يرتفع درجه حرارته، عمال تدي انتي بيوتيك ومفيش استجابه، وكل المسائل على ريزيستنت وكل حاجه ريزيستنت. فكر بقى في الحاجات الثانيه، قلنا فانجل من انجوي فانجل قصدي انفكشن. فكر في اميبا، اعمل سونار على الابدومن يظهر لك الابسس دوت. فكر يعني هيبقى في تفكير. الاميبا بتحب، على فكره الاميبا ده بارازايت يحب الان ايروبيك كونديشن كمان بالمناسبه يعني. وهنا ساعتها بقى يبقى نقول ايه ده، المترونيدازول زمان اللي كان ضد البكتيريا الان ايروبيك، طب ما ينفعش للاميبا النهارده اللي هي ان ايروبيك؟ لا ينفع، ده من احسن الادويه هنشوف دلوقتي للاميبيك بتاع دوت، اكسترا انتستاينال اميبيك ابسيسز او اميبايسيس اكسترا سيستميك. يعني هو سيستميك اميبيسايت اللي خدناه زمان في البكتيريا، النهارده سيستميك اميبيس. يعني ايه سيستميك؟ هتقولوا لي دخل الدم، انا عارف. سيستميك اميبيسايد يعني اثنين، يا انتستاينال يا اكسترا انتستاينال، هو ده السيستميك اميبايسيس. خلاص، يبقى انا دلوقتي ايه الادويه اللي انا عايزها يا دكاتره؟ ايه الادويه بامان عليكم اللي احنا عايزينها؟ عايزين ايه؟ عايزين حاجه ليومن الاميبيسايد، عايزين حاجة تقتل السيست أو التروفوزويت اللي ماشيين في اليومن ده، نسميه اليومن الأميبيسايد فور سيست باسر أو فور أسيمتوماتيك كيسز. خلي بالكم كويس قوي من الألفاظ ديت في الامتحان، لو جات لك حالة شوف دي حالة إيه أميبايسز، علشانها يعتمد ديسيجن إنك تدي دراج بناء على الكلام دوت. أسيمتوماتيك كيسز أو سيست باسر، فاهمين ازاي؟ ده عايز ليومينال اميبيسايد. اوكي؟ ممكن اجيب بقى دراجز تاني اللي هي تيشو اميبيسايد بقى، اللي هي هتشتغل على الوول بتاع الانتستين او اكسترا انتستاينال، فاهمين ازاي؟ بس مو تيشو اميبيسايد، يا اما حاجه ميكسد يبقى دراج زي المترونيدازول واخوه التينيدازول، الاثنين دول ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ يعني المترونيدازول يقول لك انا فور تيشو اميبايسيس اند ليومينال، بس يا مترونيدازول انت كفاءتك اساسا اكتر اكسترا ليومينال، يعني سيستميك اميبيسايد احسن، ولا بتبقى افكتيف للحالات اللي هي اليومينال؟ يقول انا مينلي سيستميك تمام، بس بارشلي افكتيف على اليومينال اميبايسيس. ماشي؟ احنا عايزين دلوقتي نجيب ليومينال اميبيسايد، عايزين تيشو اميبيسايد فور اكسترا انتستاينال او انتستاينال، يعني الاثنين زي ما قلت لكم. تيشو اميبيسايد يعني ايه؟ انتستاينال او اكسترا انتستاينال. ماشي؟ يعني سيستميك اميبايسيس. وعندنا ميكس اميبيسايد يشتغل الاثنين ليومينال وايه؟ وسيستميك. ليومينال وسيستميك، ايه هو السيستميك اميبيسايد؟ اثنين، انتستاينال واكسترا انتستاينال. ممكن مش عايز تسميهم بتاع دوت، قول تيشو اميبيسايد. يعني ايه تيشو اميبيسايد؟ يعني انا قتلت الاميبا في التيشو، ايه التيشو؟ يا انتستاينال في الوول بتاع الانتستين اللي هو الكولون، يا اكسترا انتستاينال. طب عايز ميكسد؟ يبقى ليومينال وايه؟ وسيستميك، ليومينال وسيستميك. فاهمين لغايه كده يا دكاتره ولا لا؟ اه
قولولي عشان التخيل ده مهم كلينيكال، عشان نربط الفارما بالكلينيكال، علشان الحالات اذا جت لنا حالات عشان الدراج لما نتكلم عليه نبقى فاهمين. ايوه هيثم. دكتور اللومينال لو انا بعطي دواء جاهز بستفيدش من عنده صار عنده اعراض، لا اليومينال هو ما بيجيش بعراض، اليومينال ما بيجيش بعراض. نعم يعني ما انا قلت لك من شويه هو عمال بياكل كتير وما بيطلعش عليه، فبتعمل له ستول اناليسيس بيطلع فيه سيست في البتاع ده. هي الاميبا دي بتاكل، دي قلنا اوبورتيونستك، بتاكل في الاكل وبتاكل في البكتيريا الفلورا وعايشه في البتاع ده. البارازيتك انفستيشنز اللي بنتكلم عليها النهارده، الشكوى الرئيسيه اللي بتجيلك للمرضى ان هم يبقى نطوا جيننج ويت ان سبايت اوف ايتينج مور، عمالين ياكلوا كتير كتير ومش طالع عليهم، فبتشك انت في بارازيتك انفكشن، تعمل ستول اناليسيس تطلع بتاع ده، رغم الولد ما فيش اعراض، لا هو ما اشتكاش من حاجه، هي مامته اللي شافت ان هو ما بيزيدش وزنه. فاهمني؟ او عمل ستول اناليسيس باي ذا واي كده ماشي في الشارع ويقول لا انا زهقان ادخل المستشفى اعمل ستول اناليسيس اطمن على نفسي مثلا، او يورين اناليسيس او بلاد بيكتشر. في ناس كده على فكره، في ناس تزهق وهي ماشيه في الشارع تقول انا هدخل الصيدليه اشرب شويه دواء. ها دكتور اتفضل. احنا اول فصل حكينا بقى ممكن موتيليتي تبعت الاستومك تكون قليله عشان ياكل واحد، ده سبب اخر ايضا ممكن. لا 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 انا ممكن اعمل شويه عشان يطلع نورمال وبرده يبقى في ستيل ان الولد بياكل كتير وما بيعملش، فنشك في برده في انذر يعني، ده من ضمن الحاجات فهماني. بس هو اكتر حاجه كومن قوي اللي بقول لك عليها دي، ان هو يبقى نوت جيننج ويت رغم انه بياكل كتير. فاهمني يا دكاتره؟ خلاص ده السيست باسر. لكن لو حصل انفيجن قلنا طلعت الاميبا بره خلاص، يبقى انتستاينال او اكسترا انتستاينال، يبقى سيستميك. تمام؟ لو دراج هيشتغل سيستميك واليومينال زي المترونيدازول اسميه ميكسد اميبيسايد. فاهمين الدكاتره الجنرال دوت اوتلوك اللي احنا بنتكلم عليه؟ الاميبا ممكن تبقى في اليومينال او في الانتستين او اكسترا انتستاينال، والدراجز هنشوفها بقى دلوقتي بالترتيب. يبقى عندي ايه على حسب السايت اوف اكشن زي ما قلت؟ تيشو اميبيسايد او اليومينال اميبيسايد او ميكسد. تمام؟ وفي اليومن لا تنسى ان البكتيريا ان الاميبا بتعيش على بكتيريا، يبقى اذا من اليومن الاميبيسايد قد يكون هناك انتي بايوتكس. صح ولا انا غلطان؟ طب مين من الانتي بايوتك اللي درسناها في جزء الانتي بايوتك يدخل الجي اي تي بحيث اخليه يشتغل لوكال في الجي اي تي وما يمتصش؟ انا مش عايزه يمتص، انا عايزه يشتغل لوكال في الجي اي تي. النيومايسين امينو جلايكوزايد. النهارده هناخد اخو النيومايسين النهارده واحد تاني اخو النيومايسين النهارده اسمه برومومايسين امينو جلايكوزايد. برومومايسين ده للاميبا بس، ده امينو جلايكوزايد، ده يقتل البكتيريا اللي بتعيش عليها الاميبا. فاهمني؟ والمفاجاه ان البرومومايسين انتوا بتخلوني اطلع اللي جوايا بسرعه مش عارف ليه، انا لسه المفروض هتكلم عن البرومومايسين خدت بالكم، بس فعلا طلعت فيه مفاجاه لازم تتقال في اللحظه دي. انتوا متوقعين ان الامينوجلايكوزايد على البكتيريا بتمنع البروتين سينثيسيس مش كده ولا لا؟ يا دي النيله يا رب، يا دي النيله مش كده؟ فعلا على البكتيريا بيمنع البروتين سينثيسيس، بتلاقيه البرومومايسين كمان ليه اكتيفيتي ضد الاميبا اتسلف، بيقتل الاميبا نفسها مش بس ضد البكتيريا اللي بتعيش عليها الاميبا، لا ضد الاميبا نفسها. والمفاجاه اللي انا بقول عليها مفاجاه ان البرومومايسين ده لما بيشتغل على الاميبا بيأثر على السيل ممبرين بتاع الاميبا مش بروتين سينثيسيس، لانها ما بتعملش بروتين سينثيسيس. هي انت مين يا اميبا عشان تعملي بروتين؟ ايه يا ماما؟ فوق نفسك يا بيه، فوق نفسك يا حبيبتي انت، يعني ما انت اميبا ما بتعمليش انت بروتين سينثيسيس. البرومومايسين على الاميبا بيأفكت السيل ممبرين، مش دي مفاجاه؟ ما اتفاجئتش ليه؟ ما اصبتش ليه التفاجؤ؟ والله اتفاجئت. لا ما شفتش التفاجؤ ده.
ماشي يا دكاترة. تعالوا نبدأ بمين بقى؟ نبدأ بالمترونيدازول لأن هو خدناه اوريدي أنتي بكتيريا. تعالوا نكمل كلامنا عن المترونيدازول، أكيد أنتوا عندكم معلومات كتيرة عنه وأنا ده أهي، بس هنشوف الإضافة على الأميبا هيبقى إزاي. ده إيه ده بقى المترونيدازول؟ ده دراج أوف تشويس للأميبا. ده ميكسد أميبيسايد. ده يشتغل على المينلي سيستميك في الليفر أو في اللونج أو واتيفر، وحتى في الوول ميكسد. اوكي؟ بلس انه بارشلي افكتيف على الاميبا في اليومن، كمان في اليومن. ماشي؟ على فكره في معلومه مهمه، لو المريض اللي جاي لك جايب اكسترا انتستاينال اميبايسيس، تمام؟ يعني جايب ليفر ابسس مثلا، انت المفروض تضيف مع الدراج اللي هيعالج الاكسترا انتستاينال اميبايسيس، المفروض تضيف ليومن الاميبيسايد. ليه؟ ليه طيب؟ انت دلوقتي واحد جيلك بليفر ابسس، هو مش في احتمال ان لسه الانتستين يكون فيها ستيل تروفوزويت؟ يبقى ليه انا اضيف مع المترونيدازول ليومينال اميبيسايد؟ المترونيدازول عندكم بارشلي افكتيف ليومينال اميبيسايد، يعني المترونيدازول وحده يكفي. يكفي هو سيستميك، سيستميك، بس بجانب انه سيستميك كمان بارشلي افكتيف ليومينال. ولو حبيت تضيف مع المترونيدازول حاجه ليومينال مفيش مشكله، بس ايه فكره انك تضيف مع السيستميك اميبيسايد حاجه ليومينال علشان تمنع ريكارنس الايه الاميبا؟ ما انت لو ما قتلتش التروفوزويت خدت بالك ممكن الحاله ترجع تاني، صح ولا انا غلطان؟ لو انا غلطان قوله. ماشي؟ فهنجد المترونيدازول يا دكاتره تيشو اميبيسايد، بس بص بقى كل كمان التروفوزايد، يبقى هو ميكسد زي ما اتفقنا. فاكرين الكلام دوت ولا لا؟ طبعا لا ننسى ان هو اكتر هو دراج اوف تشويس فور ان ايروبيك انفكشن. هتقول لي كليندامايسين، اقول لك ماشي، مترونيدازول كمان من الدراجز اوف تشويس، هما الاثنين. يعني لما تتجاب سيره ان ايروبيك اورجانيزمز يبقى المترونيدازول كليندامايسين، ونيجي بعديهم الحاجات الثانيه اللي جمعتها البنت الشاطره دي اللي اسمها ايلانا. هي فين عندكم في الشعبه دي ولا بكره؟ انا كنت هديها جايزه النهارده على فكره لو كانت موجوده. ممتاز، شفتوا الفايل اللي هي عملته شاطره ازاي؟ تمام. ففور ان ايروبيك اورجانيزم بيبقى عندي المترونيدازول. لا ننسى المترونيدازول اكتف ضد الكوليستريديوم ديفيسيل، فاكرين اللي هي سوبر انفكشن بيحصل يعمل سودو ممبرنس كولايتس، فاكرين الكلام ده؟ تمام. والاميبا ان ايروبيك، فبالتالي لو عندي حاله سودو ممبرنس كولايتس ولي في سكندري اميبايسس، في سكندري انفكشن بالاميبا، المترونيدازول هنا هيبقى للاثنين، يعني للاميبا اللي هي ان ايروبيك وللكوليستريديوم ديفيسيل اللي هي ان ايروبيك. مين تاني للكوليستريديوم ديفيسيل كان ينفع؟ الفانكومايسين باي انفيوجن اوديه المستشفى اورا، الافضل مترونيدازول. خلاص الافضل مترونيدازول. ماشي طيب، وافكتيف فور برين زي ما اتفقنا. ازاي بيشتغل؟ فاكرين الميكانيزم بتاعت المترونيدازول بيشتغل زي على البكتيريا؟ وهيبقى نفس الميكانيزم. مش فاكرين لما قلنا ان المترونيدازول النيدو دي اللي جواه مترونيدازول، افتكر نيدو يعني معناها ان المترونيدازول في حاجه اسمها نيترو جروب. النيترو جروب ديت النيترو جروب اللي موجوده في المترونيدازول عايزه الكترون يجيبها عشان تبقى مشعه كده، عشان النيترو دي تبقى فري راديكال عشان تقتل اي حاجه، عشان تقتل الدي ان ايه بتاع البكتيريا، وعشان تقتل الاميبا كمان لازم ان المترونيدازول يطلع منه نيترو جروب مشعه. ازاي بقى النيترو جروب تطلع وتبقى اكسبتنج الالكترون دوت؟ بيحصل ريدكشن، مش مشكله بقى بارادوكس سيستم وما اعرفش ايه، سيبكم من الكلام ده. انا اللي يهمني ان المترونيدازول لازم يبقى ريديوزد، لازم يبقى ريديوزد تطلع منه الكترونز في سيستم كده في الاورجانيزم اللي بيأثر عليه المترونيدازول، ياخد المترونيدازول يطلع الكترونز تروح لقطاها النيترو جروب اللي في المترونيدازول. تخيلوا سيستم كده يشتغل، مترونيدازول داخل على الاميبا يشتغل عليه السيستم ده، اسمه بارادوكس ما اعرفش سيستم او فيرودوكسين سيستم، كلام البايو يا بيجيلي نوزيا منه، ما بحبوش
ما بحبش ماده البايو كيمستري دي. اكتر ماده انا في الطب جبت فيها جيد، اضعف ماده، اضعف ماده، كل المواد امتياز الا البايو كيمستري. فظيعه فظيعه، تنديوس نوزيا اند فوميتنج، ماده غتيته. مش عارف انا انتوا بتسمعوا المواد الكيميائيه وبتسمعوا بتيجوا عند الفارما بتقولوا صعبه، صح ولا غلط؟ يا زي سليم اسهل ماده يا رب ربنا. شوف انا دخلت في استراكشر قلت لكم مش عايز الريدكشن ومش عارف النيترو تاخد الالكترون والالكترون بعد كده يبقى فيه فري راديكالز ويبقى دامج للدي ان ايه. ما تقول لنا خلاص الميتروداسول بيعمل دامج للدي ان ايه في اي اورجانيزم يشتغل عليه سواء بكتيريا او حتى الاميبا، صح ولا غلط؟ وخلاص مفيش داعي لكل هذا الكلام اللي ايه الفاضي ده. مش اجيب انا ما ايه 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 في الريدوكس كده. وبعدين انت امال كاتبهم ليه بس في السلايد؟ ما انا برضه يعني انتوا اتغاظوا مني بصراحه، كاتبها ليه لما انت مش عايزها؟ استفزاز مش كده؟ مش كده؟ طبعا طبعا الميتروداسول فاكرينه تماما وايدلي ديستريبيوتد ويل ابزوربد وبيروح الليفر يبقى عرضه للانزيمز في الليفر، يعني اي انديوسر ياثر على الميتروداسول واي انهبيتور ياثر على الميتروداسول. فاكرين المحاضره بتاع الميتروداسول والجدول اللي في اخر المحاضره لما قلت لكم اول اثنين دول الميتروداسول يبقى انتراكت مع مين واخر اثنين ايه الادويه اللي تاثر على الميتروداسول؟ فاكرينه؟ نفس الكلام النهارده بقوله ان الميتروداسول عرضه للليفر انديوسرز وليفر انهبيتور، يعني لما اتاخد مع ليفامبين انديوسر او فينوبربيتال ولا لما اتاخد مع سايمتيدين ليفر انهبيتور. بس هو بيأثر على ايه بقى؟ فاكرين المترو الوارفرين اللي هو ميتابولايزد ب 2C9 وقلنا الميتروزول انهبيت 2C9 اللي بيعمل ميتابوليزم للوارفرين، فاكرين الكلام دوت؟ ومين اخاف اديله مترونيدازول؟ هيعمل له اعراض تخليه يكره نفسه. مين؟ هاي اللي عمال بالغبت انت الاسابيع اللي فاتت قاعده بقى في البيت. هاي هاني اتفضلي. الالكهول، برافو عليك، تمام. يبقى الالكهوليك اخاف ان انا اديله مترونيدازول، ليه؟ علشان بيعمل رياكشن اسمها ايه؟ يا دي النيله. يا هاي اقول انت. ذاكرتي انت قلتي انه الالكهوليك ليه؟ لواحد الكهوليك وخد مترونيدازول ايه الاعراض اللي هتظهر عليه؟ ايوه اسمها ايه؟ اعراض شبه ايه؟ ايه؟ ايوه اللي هم بيقولوا لنا عندي ايه؟ دايسلفرام لايك رياكشن، صح ولا غلط؟ يبقى هو لو شخص ما بيشربش الكهول خدت بالكم وياخد المترونيدازول هتحصل له الاعراض دي، بس لو هو الكهوليك انا بدي المترونيدازول وافرح بان انا ادي المترونيدازول. المترونيدازول از يوزد تو ريديوس كريفنج تو الكول. ده دلوقتي بيقولوا الدكاتره انت مدمن كحوليات عايز تبطل نديك مترونيدازول. من استخدامات المترونيدازول حاليا الاقلاع عن شرب الالكول. ده رياكشن خدناه في الفارما يفيدني في علاج واحد الكوليك وانا عايز اخليه يبطل. ازاي؟ قلنا بالمترونيدازول من ضمن الاوبشنز بتاعتي. ماشي يا دكاتره، خلي بالكم كويس جدا. بيحصل له ميتابوليزم في الليفر والمينيتد في الكدني عادي جدا، كلام بسيط وسهل وما فيهوش اي مشكله. وفي الليفر حتى بيبقى ميتابوليزد بجلوكورونايد كونجيجيشن. بيتاخد في حالات ايه بقى؟ اول حاجه افتكرها الانايروبيك انفكشنز والاميبا اللي بقولها النهارده. اخت الاميبا ايه؟ هتلاقوا بارازايت اخت الاميبا. دايما لما اقول اميبا الاقي الاحتمال تبقى بارازايت شقيق الاميبا. شقيق الاميبا اسمه جيارديا، جيارديا جيارديزيس، هتاخدوه في المايكروبيولوجي برضه اكتبوه، مهم جدا. اخت الاميبا اسمها جيارديا، جيارديزيس جيارديزيس. ما ننساش برضه بتوع الجي اي تي اللي هيمتحنوا النهارده المترونيدازول من ضمن الحاجات اللي ضد الاتش بايلوري، فاكرين؟ انا بعيد معاكم الكلام. طب وبتاع النسائيه بيتاخد المترونيدازول في ايه مناسبات؟ دكتور النسائيه بيدي المترونيدازول امتى؟ ايه الانفكشنز اللي بيدي فيها مترونيدازول؟ دكتور النسائيه بيدي المترونيدازول في ايه؟ بيدي دكتور النسائيه المترونيدازول؟ مترونيدازول في ايه يدي دكتور النسائيه؟
بالفاجينال انفكشنز يبقى حاجتين بكتيريا الفاجينوزس وترايكومونس فاجينالز فاكرين دول ماشي وقلنا الاتش بايلوري وقلنا الاميبا وقلنا الجياردية لا برود سبيكترم جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف فاكرين الحاجات ديت فهو اكتف هتلاقوه دكتور الاسنان دكتور الاسنان كومن يدي كمان مترونيدازول زي ما كان كومن يدي كليندامايسين ليه ليه لان الانفكشن في الاسنان بيبقى غالبا ان ايروبيك فالبكتيريا تحب تعيش في اماكن مستخبيه والاميبا برضه تحب تعيش في الاماكن المستخبيه تسيب الانتستين ومجد ما شاء الله اللي جاي متاخره ديت فاهمين ازاي المترونيدازول بيحب الان ايروبيك اورجانيزم الاميبا تحب الان ايروبيك كونديشن في بكتيريا تحب الان ايروبيك انفكشن زي الكولستريديوم ديفيسيل فاكرين الكلام ده عشان كده تلاقي دنتال انفكشن دكتور اسنان كتير قوي يكتب مترونيدازول بريشر ألسر واحد يا عيني في المستشفى قاعد على طول على السرير ودايما رجليه على السرير الكونتاكت ده ما بين جسم المريض والبتاع ده خدت بالك والسرير اللي نايم عليه بيبقى فيه بكتيريا انفكشنز ممكن تلاقيه يدخل في ليد سوء ليد ألسرز تقرحات تسمعها عن تقرحات الفراش لا لازم نسمع النهارده تقرعات الفراش واحد مشلول واحد على طول يعني قاعد في المستشفى ليه فتره طويله على السرير من الكونتاكت ده تمام بيحصل بريشر ألسرز ليج ألسرز ان ايروبيك انفكشنز كومن تيجي في هذه المناسبات تلاقي المترونيدازول بيتاخد في هذه الحالات ماشي فنلاقي الانفكشن ألسرتيف جينجيفايتس جينجيفا اللي هي اللثه اهو ده بتاع الدنتال برضه جينجيفايتس كده التهاب في اللثه تلاقي البتاع المحمله اللي تحت الاسنان اسمها جينجيفا تمام التهاب فيها انفكشن غالبا ان ايروبيك انفكشن او حاجه زي كده ماشي يا دكاتره ايه مشاكله محدش يبص على البتاع بس انا كنت فاكر قلت لكم ايه طعم كتير قوي كومن مترونيدازول يعمل ايه ميتال تيست طعم كده معدني تمام اليورين بتاع المريض اللي بياخد مترونيدازول بيبقى لونه ايه؟ دارك براون كلر دي برضه من الحاجات ايه اخطر بتاع ده اورجان ياثر عليه المترونيدازول يعمل مشاكل السي ان اس السي ان اس افتكروا واي حد بياخد مترونيدازول اسالوه انت ليك قد ايه؟ المترونيدازول ده على فكره من الانتي بيوتيك الكورس بتاعه مثلا 10 ايام او اسبوعين كبير ولذلك تلاقي المريض دايما يشكي لما بياخد مترونيدازول من صداع ديزينس دوخه فاكرين لما قلت لكم دوخه ودروخه ايه الفرق بينهم دوخه ودروخه ديزينس ودراوزنس هل هما نفس المعنى ولا دي كلمه ودي كلمه ديزينس الدنيا اللي دايخه يعني تبقى ماشي جنب كليه الطب كده تلاقي المبنى هيقع مثلا دي اسمها ديزنس انت شايفه هيقع لكن دراوزنس انت اللي هتقع انا ماشي مدروخ خدت اسمها دروخه ماشي كده اهوت مترنح قربتها انا اللي هقع مش المباني لكن لما ابقى انا ثابت كده اهوت وشايف الناس عمالين بيلفوا حواليا دي اسمها دوخه لكن دراوزنس دروخه حرف الر بس فاهمين ماشي خلاص يا دكاتره فتلاقي المريض بياخد مترونيدازول ده صداع ديزنس فيرتايجو دوار اكتر بقى من الدوخه تلاقي الدنيا كلها بتلف فيرتايجو كل حاجه عماله بتلف حواليها عامله زي دايره كده اهو طنين كده اهوت يحصل وزن وتلاقي الحاجه بتلف حواليك فيرتايجو اخطر حاجه بقى المهم الخلاصه كنا قلنا انسيفالوباسي فاكرين غير الانسيفالوباسي بس يعني ايه انسيفالوباسي هندخل بقى في حالات اخطر تشنجات كونفولجنز تمام باراسيزيا يعني تنميل كده اهوت وحاجات ابنورمال سنسيشن يعني باختصار بالنسبه لكم تعرفوا لي ان المترونيدازول بيعمل نيورولوجيكال سايد افكتس من اشهر الحاجات اللي تعمل نيورولوجيكال سايد افكت خطير مهم رغم ان هو زي ما قلت لكم رخيص جدا 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 هذا المترونيدازول بص بقى نيوروباسي التهاب في الاعصاب الطرفيه نيوروباسي يعني التهاب في الاعصاب الطرفيه ماشي فاهمين فيرتايجو ديزنس اتاكسيا برضه اتاكسيا ديت
انه يبقى بيميل كده وبيميل كده، نوع برضو من عدم الاتزان، اتاكسيا. ماشي؟ زي التاكسي، افتكروا التاكسي اللي عمال يروح كده كده. ماشي؟ اتاكسيا كلها نيورولوجيكال مانيفستيشنز. ممكن هايبر سنسيفيتي، دي عادي جدا، اي انتيبيوتيك بيعمل هايبر سنسيفيتي، بس في طبعا حاجات اكتر. بس ميتروليزازول لا، من الحاجات المهمه لما قلنا ساعتها بيعمل هايبر سنسيفيتي خطير، اسمه ايه؟ ستيفن جونسون سندروم، فاكرينه؟ يا لهوي يا ربي، حاسس ان انتوا نسيتوا كل حاجه. انا حاسس ان بدا اللود يزيد سنه، صح؟ يعني بدا يبقى فيه لود. الفتره اللي فاتت ما كانش فيه لود، دلوقتي بدا يبقى فيه لود، صح؟ تعمل صوره دم للمريض، بياخد ميتروليزازول، تلاقي شويه النيتروفيلز قليله حبه، مش مشكله. بس الاهم بالنسبه لي تماما السي ان اس مانيفستيشنز. خلاص، اول ما واحد ياخد ميتروليزازول، انت عايش الطب دلوقتي، شوف اي حد بياخد ميتروليزازول وريني تاخد ايه. ميتروليزازول اكيد عندك صداع، اكيد عندك دوخه، اكيد عندك مش عارف ايه. طبعا السايد افكت دي قد تحدث وقد لا تحدث. هو عمال يقول لك لا مفيش، الحمد لله. لا، لازم يكون فيه الله علشان المعلومه تثبت في ذهني. تمام يا عم، ما فيش. طب اليورين بتاعك دارك؟ هيبدا. ايه ده، عرفت ازاي؟ انا دارس، انا فاهم، خد بقى انا خطير. ماشي، يبقى اذا عرفنا المترو اخوه بقى التنيدازول زي المترودازول بالظبط، مفيش اي افتراءات. بس الفرق انه الكورس بتاع التنيدازول اقل من المترونيدازول، لكن هما الاثنين نفس الميكانيزم ونفس السايد افكت ونفس كل حاجه. انما اتجاب التنيدازول عشان بدل انت المترونيدازول تتاخد 10 ايام، بناخد التنيدازول 5 ايام مثلا، شورت كورس. هو ده الميزه الوحيده اللي فيه. كل ما يبقى فيه فروقات بين ادويه، ترقب ان تكون هناك اسئله. ماشي، لما تبقى تفرق ما بين ده وده 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 وده، لازم كده. وانا بمهدك اهو انك انت ما تقعدش تقول لي ايه كده. يعني في سؤال انا بقول لكم اهو، مثلا 5 جمل، جمله في الانتي بكتيريال، جمله في الانتي فايرال، جمله في الانتي فانجل. انا بمهدك اهو، مش مفاجاه ولا حاجه، علشان بس تبقى ايه. وانت لو شاطر جدع عادي، لما مثلا في جمله من اللي في الامتحان تبقى مايكو بلازما، الشاطر يقول لي اكيد هيسالني عن السيل وول ولا ما فيهاش سيل وول. الحته دي مهمه في المايكو بلازما، صح ولا انا غلطان؟ اكيد هلعب لك عليها مثلا. فاهمين؟ يعني لو جت جمله في الجمل مايكو بلازما، تكون يكونش عايز يفكر في السيل وول. طب الانتي بايوتيك ده ينفع للسيل وول ولا ما ينفعش؟ تمام؟ فاهمين؟ نعم؟ لا 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 لا، انا بقول لك الحقيقه، مش هكدب صدقني. انا بقول لك حاجه اهو مهمه من الحاجات يعني الشاطر هو تبقى المعلومات كلها حاضره في ذهنه قبل الامتحان. شاطر بجد، مش جاست حفظ حفظ حفظ، لا، يموت الحفظ. طيب ليومنا بقى نيجي سايد عشان نخلص. انا مش عايز غير معلومات معينه في باقي، يعني هقول لكم اليومنا الاميبي سايد عندنا حاجات معينه بس اللي ناخدها، اللي هي ايه؟ فاكرين البارومومايسين اللي انا قلته في اول المحاضره، اللي هو امينو جلايكوزايد؟ بارومومايسين. ماشي دكاتره، بارومومايسين. الاريثرومايسين اللي قلناه في الماكرولايد برضه بيقتل الاميبا. ده طلع الاريثرومايسين ده، لو فاكرين لما وقفنا له، تحب نقف تاني ولا خلاص؟ الاريثرومايسين زي ما كان ليه انتي فايرال واميون موديولاتوري وانتي انفلاماتوري، كمان ليه انتي اميبا، انتي بارازيتك. امال هم ليه خلوه يعملوا تجارب عن ممكن يكون اكتف ضد الكورونا؟ عشان ليه اذر اكتيفيتي غير انه انتي بكتيريا، دايركت اميبيسايد، دايركت بيقتل البكتيريا مباشره. التتراسايكلين مش دايركت، يعني الاثنين دول دايركت على الاميبا، الاميبا مباشره يقتلوها. لكن في تتراسايكلين لا، دي تقتل البكتيريا، خدت بالكم، اللي بتعيش عليها الاميبا. يبقى اذا التتراسايكلين يا دكاتره اندايركت، انا هموت الاكل بتاعك يا اميبا. تمام، مش هتلاقي اكل النهارده، مش هتلاقي غدا مثلا. فاهمين ازاي؟ ماشي. طيب نيجي كمان للمركبات
بتاع ده اميبي سايد، نعرف الاسامي ونعرف حاجات بسيطه مش اكتر عليكم فيها، بس دي اليومينال. اليومينال يبقى البرومومايسين ده اليومينال، ومهم ونزلت عليه سؤال النهارده على الليرنينج تيست يور سيلف فيه. تمام، عندنا اللي هو الدايلوكسانايد، دايلوكسانايد فور ويت، دايلوكسانايد فور ويت، وعندنا الايودو كينول، ايودو كينول، ايودو كينول والدايلوكسانايد فور ويت. سيبك من الاسم الثاني ده اللي هو الداي ايودو هيدروكسيكين، لا خليك دايلوكسانايد فور ويت هو الاكثر كومن. ماشي، دايلوكسانايد فور ويت والايودو كينول. تعرف لي يا دكتور انت على الدايلوكسانايد فور ويت ان هو بيبقى لما بيدخل الجي اي تي نسبه كبيره منه حوالي 90%. طبعا انت عايز اليومن الاميبيسايت يشتغل في اليومن ما يروحش سيستميك، مش كده ولا لا؟ الدايلوكسانايد يقول لك فور ويت، فور ويت على فور ويت ده سكر، ده شوجر على فكره، ده شوجر. تمام، والشوجر لما يتاخد يا دكاتره في الامعاء ياخد معاه ميه بحكم ان هو اوزموتيك، فالدايلوكسانايد فور ويت ده بيعمل انتفاخ، بيعمل انتفاخ كده يخلي الواحد بطنه تتنفخ كده اهوت بايه؟ بسوائل كتير، لان هو الفورميك ده شوجر كربوهيدرات. المهم يعني يا دكاتره ان الدايلوكسانايد فور ويت 90% منه بيروح البلاد و10% هتقعد، بس هي دي اللي هتشتغل، هي دي اللي هتشتغل، هي دي اللي هتقتل السيست او هتقتل التروفوزايت، هي اليومينال اميبيسايد. ماشي، نعرف بس هذه المعلومه اللي هي الدايلوكسانايد فور ويت ان هو بيبقى بهذا المنظر. ماشي، ايه بقى مين ما مين بقى ما ياخدوش؟ دي برضو مهمه عايزكم تعرفوها. الدايلوكسانايد فور ويت كونترا انديكيتد فور بريجننت وفور تشايلد اقل من سنتين. طفل اقل من سنتين هو دايلوكسانايد فور ويت من كلمتين، وهو ممنوع للاطفال اقل من سنتين، دي من سهل الدنيا. والبريجننت، البريجننت انت ازاي تدي بريجننت وهو بطنها قد كده؟ خدت بالك؟ تديها حاجه تعمل فلاتولانس وانتفاخ، ده اليوترس اساسا ضاغط على بالبيبي اللي جواه، ضاغطين على الامعاء، وبالتالي كمان انت دي ممكن تبقى ماشيه في الشارع وبطنها يطشر كده تطلع البيبي ترميه في الشارع من الفلاتولانس اللي هي هيبقى فيها انتفاخ شديد، وبطن قد الغاره يطلع الولد وقع مني، يا ربي الولد وقع مني يا ناس، فاهمين؟ وتدور عليه في الشارع، ممكن واحد يكون ايه وحش كده ويروح ياخد الولد ده ويمشي، وتطلع ايه ترجع بدون الولد بسبب انها خدت حاجه عملت لها فلاتولانس، انتفاخ في البطن. ماشي، طب انت في السلايد ديت لما كنا بنقول بعد ما تعالج الانفيزيف اميبايسيس، يعني الاميبا اللي طلعت من الانتستين اللي هي انتستاينال او اكسترا انتستاينال، ليه بتدي اليومينال؟ قلنا ديت في اول المحاضره عشان نمنع ايه؟ الري انفكشن، نمنع الريلابس، نمنع ان السيستا او التروفوزيت ده يعيد السايكل مره تاني. خلاص، فانت فايده اليومينال انك انت بتديهم زي ما بقول لك افتر تريتمنت اوف انفيزيف انتستاينال او اكسترا انتستاينال، بعد ما بتكمل علاج الانتستاينال والاكسترا انتستاينال لازم تدي اليومينال اميبيسايد. او من البدايه خالص امتى تدي اليومينال اميبيسايد؟ في الاسيمتوماتيك سيست باسر، يعني الشخص اللي ما بيشيش من اي حاجه وعملت له ستول اناليسيز وطلع في الستول سيست. تمام؟ سموه سيست باسر. اوكي دكاتره، ده تديه اليومينال اميبيسايد. ماشي دكاتره، انا عايزكم تعرفوا زي ما قلنا ايودوكينول، اعرف لي بس ان هو اليومينال، واعرف ان هو بيعمل بريفرال نيوروباسي. بريفرال نيوروباسي يعني ايه؟ بريفرال نيوروباسي التهاب في الاعصاب الطرفيه، ان تلاقي الواحد كده يجي بيشكي من الام تنميل، يقول لك ايه انا بحس بشكشكه كده، حاجه بتشكشك شكشكه، عارفين الشكشكه؟ يعني ايه؟ يعني ما تجيب، طب لما تجيبوا ابره وتعمل وتشك نفسك بين، اسمها ايه في الاردن هنا؟ وغزه. طب وغزه دي نجمعها ازاي؟ نقولها ايه؟ انا بقول شكشكه يعني شك وتشك شكشكه. وغزه؟ نعم؟ أرصصة؟ ايوه، ما انا عايزين يعني
يعني نجيبها على وزن شك شك. ايه يا رم؟ غزغزة. برافو عليك، هي دي. تمام، ان تلاقي فيه كده تنميل والغزغزة ديت ان حاجة انا حاسسها ده بريفرنت نيوروباثي. خلاص، ممكن عصب اللي هو البصري يحصل كمان اذى ليه، يبقى فيه اوبتيك نيورايتس. اوبتيك نيورايتس طبعا الحمد لله الاعراض دي مش كتير. ليه مش كتير يا دكاتره؟ ليه الادفيرس افكت بتاعت الايودوكينول او اي حاجه اليوم اللي مش كتير؟ لانها امتصاصها ايه، مش قوي، مش كده ولا لا؟ لان هي شغاله لوكال اكتر، اللي بيمتص منها هو اللي ممكن يعمل بريفرال نيوروباثي او اوبتيك نيورايتس. ماشي، فبالتالي نبقى فاهمين الكلام ده زي الدايلوكسانايد فور ويت. بصوا بقى الدايلوكسانايد، انا عايز بس في الايدوكينول ان هو اكتف ضد مين وبيعمل البريفرال نيوروباثي وغير اوبتيك نيورايتس، هي رير. طب البارومومايسين نعرف عنه ايه؟ ان ده من ضمن ايه؟ من ضمن الامينو جلايكوزايد. خلاص، والامينو جلايكوزايد معروف انها بورلي ابسوربد نوت ابسوربد، ده يشتغل بس على التروفوزايت او السيست، ما يشتغلش على الاكسترا انتستاينال زي ما قلنا. بس شوفوا الميكانيزم بقى، لاحظوا الميكانيزم بيعمل ايه بقى على الاميبا. دايركت اميبيسايد ديو تو افكت اون سيل ممبرين، افكت ليكج، يخلي الاميبا تفقد حاجات مهمه بالنسبه لها، لانه اثر على ايه؟ على السيل ممبرين. انت هتقول الله، ما انا خدت زمان ان الامينو جلايكوزايد بتمنع البروتين سينسز. الاميبا ما عندهاش بروتين سينسز، ما بتخلقش بروتين، بتاخد كل حاجه جاهزه. فاهمين؟ ماشي، فاكتب يا جماعه جنب المعلومه ديت اندهاش، اكتب كده اندهاش، اندهش في هذه الحاله. ماشي، او تعجب، حط علامه تعجب. اوكي، فاهمين ولا لا؟ طيب الدايلوكسانايد اعرف عنه ان هو اليومينال اميبيسايد، واعرف عنه ان هو بنسبه كبيره بيمتص، ولكن 10% الان ابزوربد هي الاكتف. واعرف عنه ان هو كونترا انديكيتد اهو في البريجننت والبتاع ليه؟ عشان بيعمل فلاتيولانس. فلاتيولانس دي كومن ومهمه جدا جدا، يعني انتفاخ بالبطن. تمام، البطن يبقى منتفخ. اوكي، طيب نيجي بعد كده بقى الاثنين، والاثنين للامانه يعني اسوأ من بعض شويه في الادفرس افكت، بس احنا هنوصل عليهم لمونه زي ما بنقول. اللي هم بتوع السيستميك بقى، سيستميك اميبيسايد. سيستميك يعني انتستاينال او اكسترا انتستاينال. اوكي، المترونيدازول ده كان ميكسد، افتكروا. لا، انا عندي سيستميك. ايه هم السيستميك؟ اللي هو هنبدا بالمترونيدازول نحطه معاهم، بس نقول جنبه انه كمان بارشيالي افكتيف اجينست اليومينال، مش كده؟ يعني هو ان سيستميك، هو سيستميك زائد ليومينال، ده المترونيدازول اول حاجه. نيجي للحاجتين التانيين، كلوروكين، كلوروكوين وايميتين. والايميتين الاثنين دولت سيستميك بس، والكلوروكوين ده مهم للغايه، لان احنا سامعين عنه بيتاخد في حالات الكورونا دلوقتي، يبقى لازم ندرسه كويس. والكلوروكوين كمان ضد الملاريا اللي هاخدها بعد لحظات، فهو دواء مهم للغايه جدا. ايه رايكم بقى الكلوروكوين الهاف لايف بتاعه؟ قولوا كده انتوا، يطلع قد ايه؟ تقريبا كل واحد يقول اللي في نفسه. الكلوروكوين، وهو ما تنطقهاش تقول كلوروكوين. في دكاتره للاسف وناس بتطلع في التلفزيونات تقول لك كلوروكوين، يعني ملكه الكلور. ايه كلوروكوين؟ ما تتقالش كده. كوين ديت كيو يو اي اي ان، ما تتنطقش كلوروكوين، ده كلوروكوين. كوين. مين يقول رقم؟ قولوا رقم. تعال نلعب اي حاجه. حذيفه قول رقم. كلوروكوين الهاف لايف تفتكر كام؟ 6 ساعات. ست ساعات، حد يزود؟ مزاد يا ناس، قول انت. اسبوع. حد كمان؟ قولوا اي حاجة. 3 شهور. اول مرة اشوف مفاجأة. برافو. اللحظة اللي كنت بتمناها جت يا ناس. الحمد لله، اشكرك يا رب قبل ما اموت شفتها. صح.
يعني مفاجأة، 3 شهور ده بيحب يقعد في التيشوز بتاعت الجسم بدرجة رهيبة جدا، وكل الأنسجة. ده بيروح للبرين، ويروح للهارت، ويروح للبريفرال نيرفز، يروح للآي، أحسه جدا جدا في الآي، يروح للإير، كل الأنسجة لك ما تتخيل، يروح للضوافر ويسيب أثر في الضوافر، يعني بيقول لك color discoloration of the nails. يعني بلاش بقى نجيب الحاجات اللي بنحطها في ضوافرنا ديت الفيميلز، لا ياخدوا كلوروكين، هتلاقي الكلوروكين لون الضوافر كده من على الجنبين كمان، هيعمل لك شكل كمان للضوافر احلى من انك انت تعملي كل الضوافر. يعمل ديسكولاريشن للنيل بيتس. لا ده بيقعد في الانسجه بدرجه غريبه 3 شهور هاف لايف. يعني معنى كده ده يتاخد ازاي؟ ده يتاخد ازاي؟ ده لازم ايه في الاول؟ لازم ايه في الاول؟ لازم ايه في الاول؟ لازم في الاول. يا سلام، برافو عليكم، برافو عليك. لودنج دوز كبيره كبيره يا ناس، لان انت بينسك في التيشو بروتينز بنسب عاليه عشان توصل للستيدي ستيت. انت عايز 3 شهور في 4 5 في 4 4 يبقى 3 شهور في 4 سنة عشان نوصل ستيدي ستيت كونسنتريشن. لا طبعا لازم ندي زي ما بقول لكم لودنج دوز في البدايه وبعدين نكمل، عشان هو بيحب يقعد في الانسجه. افتكروا هذا الكلام، افتكروا هذا الكلام. الكلوروكوين، الكلوروكوين. اما الايميتين هندرسه يعني بسرعه كده هنمر عليه مرور الكرام، انه بيبقى كارديوتوكسيك. كارديوتوكسيك، لا ده كارديوتوكسيك يعني انت هنتحملك شويه علشان يعني في بنفيتس منك كويسه، لكن الايميتين ده هو واخوه او ابنه اللي هو الداي هايدرو ايميتين. تمام، الايميتين كارديوتوكسيك، تلاقيه يعمل اريزميا في القلب، لخبطه في ضربات القلب، ممكن يعمل كارديك ديبريشن، يدبرس الهارت لدرجه انه ممكن قوي يعمل هارت فيلير كمان. لو عايز تاذي واحد في قلبه من ادويه، هات الايميتين. انا بقول لك اهو، انت مثلا الفارما بتعرفكوا كيف تفعل جريمه. تمام، ازاي؟ انا كاره واحد، تمام، وبقول انا عايز اموته في قلبه، يبقى هعزمه، تمام، واقول له اتفضل النهارده عزومه شاورما حلوه جدا، واحط ايميتين فيها. يا سلام، كارديو توكسيك يموت بعد ما ياكل وجبه على طول. حط كثير، حط براحه، حط ازازتين ايميتين كتير. فاهمين ازاي؟ كارديو توكسيك يا دكاتره خطير 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 خطير. مين خدنا قبل كده ان ليه كارديو توكسيستي من الانتي بايوتيك؟ أزيثروميسين يمكن ولا أريثروميسين؟ أريثروميسين مش أزيثروميسين. برافو. يبقى لما أجي الحاجات زي كده، إيه تاني؟ إيه تاني؟ إيه تاني كارديوتوكسيك؟ إيه تاني؟ يبقى هروح على الإيه؟ على الأريثروميسين. ماشي يا دكاترة؟ ده كارديوتوكسيك بدرجة مستفزة. ماشي؟ الكلوروكوين مينلي إكسترا سيستميك. خلاص؟ بالذات في الليفر مثلا. أهو أنا مش عايز في الإيميتين. والديهايدرو ايميتين غير معلومه اللي هي في الادفرس افكت، هو اولا بيشتغل فين؟ ثانيا تعرفوا لي السي في اس سايد افكتس ديت بس. الايميتين مش عايز فيه غير لانه بطل يستخدم، اهو بطل يستخدم. امال بتقولوا ليه؟ امال بتقولوا ليه؟ عشان بس نعرف ان هو اتسحب ليه؟ او اتشال ليه؟ ولو انا رحت مكان ولقيتهم بيستخدموا الايميتين هبقى فاهم المشاكل بتاعته اللي تخليني انا ما اكتبوش. فاهمين ازاي؟ ماشي يا دكاتره؟ ينفع ده لليومينال؟ سيست باسر اديه للايميتين؟ لا. في ناس تقول لك انا هحضر المحاضره بس المذاكره مني لما ارجع. طب ما تذاكر اهو دلوقتي، ما انا دلوقتي انا بذاكر معاك، نذاكر مع بعض، ادينا بنذاكر مع بعض. فترد عليا وتجاوب بحيث تنجز على الاقل 50% من المذاكره، ترجع بس الايميتين ده كارديو توكسيك فعلا. وتتم معانا الكلام اللي انت خدته في المحاضره، هي دي فائده حضور المحاضره. انك تحضر المحاضره مع حد بيكلمك، بتشوفه، بتشوف البادي لانجوج بتاعته، بتذاكر معاه، فاهمين؟ وترجع تراجع البتاع ده، لكن واحد يقول لك لا لما ارجع ابقى اجاوب. طب انا هستناك امتى لما تجاوب لي بقى؟ في الامتحان؟ اعرف ازاي؟ تجاوبت الكمبيوتر ما جاوبتيش انا شخصيا.
انا سانادي بان يبقى في اورال اكزام بصراحه للامانه، لازم يتعمل امتحان شفوي. لا 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 لازم يتعمل امتحان شفوي، الطالب يقعد قدام الدكتور ويشوفه ويديله درجه بناء على اللي هو بيقوله. لكن كده انتوا منكم للكمبيوتر على طول، ما قيمتكش انا عن نفسي ما قيمتكش. ماشي؟ هتقول لي قيمتك في الامتحان، انت اخترت في الامتحان عشوائيا وجاوبت صح. يبقى ده تقييم؟ لا. يبقى نيجي بقى للكلور، وعلى فكره على فكره كورس القيمتين ما يزيدش عن 5 ايام. انا بقول لك اهو ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ماشي؟ مسكت الكتاب وتذاكر القيمتين وحضنته كده اهوت وحطه على قلبك كده اهوت، ماما هتدخل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ تمام؟ لا يا ماما ده 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 في قلبي، ده ده في قلبي لانه بيعمل مشاكل على القلب. اسكت انت ما تعرفيش حاجه. ماشي؟ مالكم مندهشين ليه؟ طيب نيجي بقى للكلوروكوين. خلاص مش عايز اكتر من كده. كلوروكوين ده بقى انتي مالاريال كمان، بس انا يهمني فيه كاميبي سايد ان هو فور ايه؟ انتستاينال او اكسترا انتستاينال، مينلي في الليفر اميبيك ابسس اكسترا انتستاينال هيباتيك، مينلي هيباتيك، يعني يعالج الاميبيك ليفر ابسس، اميبيك ليفر ابسس زي ما بنقول. ان جيتوا للحق لو جينا للكفاءه الايميتين يكسب. الايميتين مور افكتيف عن الكلوروكوين. خلي بالك بس عشان الكارديوتوكسيستي بتاعت الايميتين الرهيبه قلنا نستخدم دوت. في هتلاقوا كارديوتوكسيستي بس اقل شويه، وفي مشاكل ثانيه في سيستمز ثانيه بس مش مشكله. خلاص الكلوروكوين اقل افكاسي لكن الايميتين يموت، ما فيش فصام. تمام؟ الجزئيه اللي هي بنقول دايما يتاخد مع مترونيدازول كنوع من الايه؟ السينرجيست. مترونيدازول يشتغل بطريقه والكلوروكوين يشتغل بطريقه تاني. ماشي يا دكاتره؟ فديت برضو نقطه مهمه. وزي ما بقول لكم للملاريا يعني بجانب استخدامه في الاميبا بتاخد في الملاريا، وهنشوف فين بالظبط في الملاريا هقول بعد لحظات. وبيتاخد كمان كبتاع ده في الاوتو اميون ديزيزز، بيليه تاثيرات على الاميون سيستم، اميون موديولاتري زي الاريثرومايسين زمان ما قلنا ان ليه تاثيرات على الاميون سيستم. الناس اللي عندها امراض مناعه ذاتيه، يعني ايه اوتو اميون؟ خدتوه الاوتو اميون ديزيز في الباثولوجي اكيد. يعني ايه؟ يعني فجأة كده جهاز المناعة يروح للمفاصل مثلا. سمعتوا عن الروماتويد ارثرايتس؟ التهاب الروماتويد مش الروماتيك، مش الروماتيك. الروماتيك اللي جبنا سيرة البنسلين فيه اللي هو البنزاسين بنسلين، بنسلين طويل المدى، ده روماتيك فيفر، ده روماتيك. روماتيك 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 مش روماتويد. في حاجتين يا دكاترة افتكروا، روماتيك فيفر، روماتيك فيفر اللي هي الحمى الروماتيزميه، الروماتيزميه دي اللي هي بتسبب بالستريبتوكوكال، ده انفكشن، ده انفكشن بالستريبتوكوكاي. ماشي؟ ماشي؟ الستريبتوكوكاي بتاذي صمامات القلب وتاذي المفاصل برضه ممكن. فاهمين؟ يعني من ضمن العلامات بتاعت الروماتيك فيفر ممكن يبقى فيها ارثرايتس، بس روماتيك روماتيك. لكن اللي انا بتكلم عليه النهارده في الكلوروكوين اللي هو الروماتويد ارثرايتس، هتدرسوه في الام اس اس بالتفصيل. بس انا النهارده علشان جبت سيره الدراج بقول بس انت بسيطه ان ده اوتو اميون ديزيز، مرض مناعه ذاتيه. يعني جهاز المناعه بتاعنا كره الدم البيضاء فجاه راحت للمفاصل. فاهمين ازاي؟ بالذات المفاصل الصغيره راحت للمفاصل وهجمت المفصل. المفصل يصرخ ويقول له ده انا نورمال، ده انا نورمال، سيبني. يقول له لا انت غريب، ده انا مولوده في البني ادم ده من ساعه ما اتولد. لا انا اول مره اشوفك يا كارتريجنتا، اول مره اشوفك يا عضمه. لا لا سيبني سيبني ما تموتنيش. لا هموتك 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 هموتك. فاهمين ازاي؟ ويقعد المفصل يا عيني يبقى ده مش دور ومفصل ورا مفصل ورا مفصل ورا مفصل وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى انت لازم تدي بقى حاجه تصبرس الاميون سيستم.
تقول له كفايه الاميون سيستم الكلوروكوين. من ضمن هذه ما اعظمك ايها الكلوروكوين. ايه ده؟ ايه ده يا ناس؟ ايه ده؟ اميون موديولاتوري وضد الاميبا وضد الملاريا زي ما هنشوف، وحاليا ضد الكورونا. ليه؟ انتي فعلا بتاع دوت كوفيد 19، ولكن عشان ما شكله سحبوه. الناس عندنا في مصر افتكر في الكلوروكوين ده لما طلعت الكورونا جديد كانت بتروح تتخانق في الصيدليات عشان تشتري الكلوروكوين. طب كشفت ولا عملت ورحت للدكتور وكتب؟ لا لا، اجيب للزمن اجيب لعيالي. خدت بالك؟ يجيب له كرتونه كلوروكوين، يجيب له ما اعرفش ايه، يخرب ايه ده. الصيدليات فضيت من الكلوروكوين. افتكر انا في هذه الفتره تمام الناس كانت عماله تاخدها، قال لك تحوشها للزمن احتياطي. ما احنا الشعب العربي قد الحركات دي، يقول لك اسيب للزمن حاجه، سيب شويه ادويه منها الكلوروكوين اخر سنه. طبعا بعد كده عشان قلنا النهارده معلومه انه بيروح البرين وبيروح الارتو وبيروح الار وبيروح الايل وبيروح ويروح، هنشوف مشاكله الكتيره. قال لك هذا بيعمل لي مشاكل وعمل اذى كتير لبعض الناس. فمنظمه الصحه العالميه قالت لك لا اسحبوا يا عم من الكورونا تمام. بس عايز اقول لكم هذه الحركة في الأميبا، تعالوا للملاريا كفاية كده في الكلوروكوين ضمن البتاع. لازم 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 يا دكاترة، ودي مهمة في الامتحان جدا جدا، أقول لك ليه لازم المريض ياخد كلوروكوين؟ يروح يعمل فحص لقاع العين، لأن الكلوروكوين بيروح يترسب في الشبكية بتاعة العين، بيعمل ريتينايتس. والآي أهو بالمناسبة يعمل أوديتوري ديفكت، يعني يبقى في مشاكل في السمع. والبرين ياثر على البرين وعلى البريفرال نيرفز، يعمل بريفرال نيورايتس وعلى الهارت. افتكر انت اول ما تمسك كلوروكوين افتكر هارت سوري برين وهارت واي وإير، هم جنب بعض قريبين من بعض، وبريفرال نيرفز كمان بالمره. بريفرال نيرفز بيروح والنيرفز زي ما قلت لكم بيعمل ديسكالريشن للنيرفز، دي ما تنسوهاش خلاص، يعني بيسيب علامات. فبالتالي نعرف عنه المشاكل. لما اقول لك ليه بعمل اوفثالمولوجيك اكزامينيشن، يعني ايه اوفثالمولوجيك؟ يعني فحص قاع العين. ماشي يا دكاتره؟ المحاضره الجايه هجيب يعني هخلص الانتي بارازيتك، بس هقول فيها المصطلحات اللي هتيجي في الامتحان اللي انت هتطلع بعد الامتحان تقول يعني ايه الكلمه دي كانت ايه؟ انا هقولها لك في النهارده عشان ابقى عملت كل اللي عليا وابرقت ذمتي. يعني يبقى مثلا كلمه لغويا لغويا مش علميا، انا مش هقول لك الامتحان، لكن انا هقول لك مثلا يجي في الامتحان كلمه زي ريلاكتنت عشان اوفر عليك وقت في الامتحان. ريلاكتنت يعني شخص متردد، الدكتور متردد يدي الدواء ده مثلا، يبقى انت كده عارف الكلمه اهو. ما تقعدش تقول لي بقى مصطلحات ومش مصطلحات يا حذيفه، انت اللي دايما تشتكي لي انت وتقول لي الامتحان صعب ومش صعب. ماشي خلاص يا دكاتره، فأرجوكم محاضرة التلات دي تحضروها كويس خلاص، عشان أي كلمة هتيجي أنا مش مسؤول إن حد في الامتحان يقول لي أنا مش ما كنتش عارف الكلمة دي، ولا أنا شاطر، أنا شاطر قوي بس هو لغويا أنا ما كنتش عارف معناها. عارف أنت لو كنت قلت لي معناها كنت جاوبتها، أنت شرير جدا. ده شوف توكسيك سايكوزيس، ده الكلوروكوين هيخلي الواحد إيه؟ سايكوتيك، مريض نفسي. يعني انت بتدرس الطب دلوقتي ممكن بعد سنه سته تبقى بامانه بيحصل شويه بيهيفيرال اند ايموشنال تشينجز، يعني بجد ترقبوا فيكم هذه، عشان كده ما تموتش كل لحظه حلوه بتعيشها حاليا، لان هتيجي لحظات كل ده هيموت. لا هتعرف تفرح ولا هتعرف تحزن ولا هتعرف مش عارف ايه، وهتبقى ماشي كده كهذا النمطشية عليا والراعد شفت ومش شفت يا دي ايه ده؟ تمام؟ تعالوا للملاريا بقى نكمل الملاريا. انا قربت ايه في خلال النص ساعة دي ناخد حاجة فيها الملاريا. هتقول لي ما عندناش ملاريا احنا في الأردن، هقول لك لا، أنت ممكن تسافر مثلا وتبقى تراكت ملاريا وترجع بيها وتدي الناس كلها ملاريا مثلا. دولة أفريقية افترض جيت عندنا في أفريقيا، خدت بالكم في غانا نيجيريا معرفش ايه، وقرصتك هناك دبانه، خدت بالك؟ دبانايه بالذات، دبانايه مش دبانه، لان هي في ميل موسكيتو
اسمها الانوفلس، بعوضه الانوفلس. درستوها يمكن في ثانويه عامه؟ قبل ثانويه عامه؟ في الاعدادي؟ اه. عن جد؟ يا طب ده كويس، كويس خالص على فكره، حلو قوي. تمام؟ دي تيجي بص بقى، عندي اربع سلالات للملاريا، اربع سلالات، اربع سلالات. انتوا بتسجلوا على فكره في الخباس، انا عارف يا حذيفه انت بتسجل، انا عارف. ايه ليه اللي انت بس؟ لا انا ما اضمنكش، انا عارف. امال انتوا سكتوا ليه على قرار منع التسجيل؟ ما حاجه غريبه يعني، انتوا سكتوا وقلتوا لا ما تسجلش، ترقبت انا ان لا معلش خلينا نسجل، خلينا. لا سكتوا، يبقى انتوا بتسجلوا فعلا، والمحاضره عادي بيوصل للناس. اللي انا صدقوني مفيش مشكله، انا اللي قاعد في البيت ده عايز اقول له انت ليه قاعد في البيت؟ ليه؟ لو جت اتاك من الكورونا هتقعدك غصب عنك، اطلع دلوقتي، عيش حياتك دلوقتي. فرق، شوف يمكن المحاضره تستفيد منها، او حاجه سطر سطر كلمه موقف ماشي. هيا قعدت الاسبوع كله اللي فات في البيت ثلاث مرات؟ يوم الثلاث. انتوا بتقولوا الثلاثة بتدوها ايه؟ مع انه ده يوم مش يومة، ليه ما تقولوهاش الثلاثاء؟ ليه تخلوها مؤنثة الثلاثة؟ هتيجي يا دكاترة بعوضة الانوفلس ديت الانفكتد بالملاريا. ايه الملاريا اللي عندي؟ أربع سلالات، فايفاكس، بلازموديوم فايفاكس، وأوفال، وملاري، وفالسيبيروم. نعرفهم اكيد، عارفينهم دول، فايفاكس واوفال وملاري، يعني بلازموديوم ملاري وبلازموديوم فايفاكس بلازموديوم اوفال وبلازموديوم فالسيبيرم. اللي بتعمل ملاريا خبيثه واخطر واحده هتقاوم الكلوروكوين هي الفالسيبيرم، دي بتقاوم تقاوم تقاوم، هتتعب ماشي. تعالوا نشوف اللايف سايكل بتاعتها، لحظات تعتبر مايكروبيولوجي شويه بس هتفيدني انا كدكتور فارما. ازاي الانوفلس مسكيتو ديت هتيجي تطلع السلايفا، هتقرصني هتقرصني خلاص. ايه اللي هتحصل؟ هتطلع حاجات هتروح على الليفر، هتطلع حاجه اسمها سبوروزويد. انا هرسم احسن دلوقتي، هتطلع حاجه موجوده في اللعاب بتاعها اسمها سبوروزويد. سبوروزويد، خلي بالكوا في الالفاظ علشان لما نقول الدواء ده سبورونتوسايدا هيقتل السبوروزويد. يبقى انت يا ملاريا دخلتي فيا سبوروزويد. طيب هروح الليفر، هيبدا يتكاثر بقى السبوروزويد في الليفر، وشويه سبوروزويدز كده موجودين مع بعض هيعملوا لي حاجه اسمها تيشو او هيباتيك، لان احنا في الليفر دلوقتي. شايزونت، شايزونت، خلي بالكم خلي بالكم، السبوروزويت اللي دخل كبدي تكاثر 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 وتكون ايه؟ تيشو شايزونت. يعني لو جبت دراج يقتل التيشو شايزونت، يبقى اسمه ايه؟ تيشو شايزونتو سايدا، صح؟ لو جبت دواء ضد السبوروزويد يبقى سبورونتو سايدا. طيب في حالة السلالتين اللي هما الملاري والفالسيبيرم، كل التيشو شايزونز هيطلعوا وهتهاجم الملاريا. هنا بقى كرات الدم الحمراء هتهاجم الريد بلاد سيلز، وهيبقى الشايزونت الجديد اللي اتكون هيبقى اسمه بلاد شايزونت او اريثروسيتك، او اريثروسيتك يعني في كرات الدم الحمراء. ده لو فالسيبيرم وملاري، لو فالسيبيرم وملاري خلاص كل التيشو شايزونتس هيطلعوا من الكبد. خلي بالك من هذه اللحظات عشان هيفرق فيها الدراكس. ليه؟ السلالتين بقى اللي هما فايفاكس واوفال هيطلعوا برضو، بس هيفضل شويه تيشو شايزونتس موجوده في الكبد. دولك بقى بتوع الفايفاكس والاوفال اللي استمروا في الكبد،
الباقي فرق ماشي. اللي ناموا دلوقتي في الكبد من الفايفاكس والاوفال هنسميهم ايه؟ دول ناموا. والنوم هيبنوزس. النوم معناه هيبنوزس. لما ابقى اجيب دواء ضد النوم اقول اقول بتاع ده هيبنوتيك دراج، دواء ينوم، العكس انتي هيبنوتيك، وهكذا كده فاهمين. فالشايزونز دول اللي قعدوا في الكبد ما طلعوش تمام هنسميهم هيبنوزايتس. ركزوا معايا يا دكاتره، ركزوا معايا ما تستصعبوش العمليه. في الاوفال والفايفاكس، في الاوفال والفايفاكس مش كل التشو شايزونز بيطلعوا، بيفضل شويه اسمهم هيبنوزايتس. طب واللي طلع من الكبد ده راح ايه؟ راح هاجم مين؟ راح هاجم الريد بلاد سيلز اللي هي الاريثروسايتس، وعمل ايه؟ عمل بلاد شايزونت مش كده؟ لكن في الملالي والفالسبيرم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الفالسبيرم والملالي السلالتين التانيين؟ كل التشو شايزونت طلعوا وراحوا الدم، وراحوا يهاجموا كرات الدم الحمراء. ماشي يا دكاتره؟ يعني انا باختصار لو اديت دواء، لو اديت دواء ماشي، لو اديت دواء بلاد شايزونت، بلاد شايزونتوس ايضا، هل هكون قضيت على الفايفاكس والاوفال؟ هل هكون دمرت الفايفاكس والاوفال تماما وطهرت جسمي تماما من الفايفاكس والاوفال؟ هل هكون عملت حاجه اسمها راديكال كيور؟ يعني ايه راديكال كيور؟ يعني انت بتقضي على كل الملاريا في جسمي. لا، في الفايفاكس والاوفال لا تنسوا ان بعض الشايزونز موجوده لسه في الكبد. يا ريت تدينا في الفايفاكس والاوفال، يا ريت تدينا تشو شايزونتو سايدر. فاهمين ولا لا؟ لا انا قلت انا سمعت. اه ايه يا دكتوره؟ انت فاهمه؟ طب مين عمل الحركه دي؟ انت يا ده محمد؟ مين اللي عملها؟ اكون بيقزز لب ولا حاجه؟ امال ايه بتعلقوني؟ طيب بصوا بقى اللي هيحصل بعدين. تعالوا، جميل الموضوع. الريد بلاد سيل اللي جواها الملاريا عايشه ديت، اللي هو الريد بلاد سيل وجواها الملاريا اسمها بلاد شايزونت زي ما اتفقنا. هتروح الريد بلاد سيل تطلع اللي جواها من الملاريا. ايه اللي جواها من الملاريا؟ اللي جواها من الملاريا اسمه ميروزايت. ميروزايت الريد بلاد سيل هتنفجر وتطلع اللي جواها من الملاريا ماشي، تطلع ايه؟ ميروزايت. لحظه ربشر الريد بلاد سيل وخروج الميروزايت، ترقب ان المريض بعد ما طلعت الميروزايت هيبدا بقى يسخن، وتبدا الرعشه بتاعته اللي هي الرايكوز اللي بتيجي او الشيلز اللي بتيجي للمريض، تيجي الاكيوت اتاك اوف ملاريا في هذه اللحظه. في هذه اللحظه اللي هي لحظه انفجار الريد بلاد سيل وخروج الميروزايت، كلينيكال مانيفستيشن او كلينيكال سيمبتومز اوف ملاريا ستظهر. فاهمين ازاي؟ لحظه الرابشر اوف ريد بلاد سيل. اذا انت لو قتلت البلاد شايزونت دوت، انت هتمنع الكلينيكال سيمبتوم انها تظهر، هتعمل ما يسمى كلينيكال كيور. كلينيكال كيور يعني ايه كلينيكال كيور؟ يعني انا ضربت البلاد شايزونت ومنعت الاعراض انها تحصل. ماشي يا دكاتره؟ فاهمين اللحظه ديت؟ اه دكتور احمد ابدا اسئلتك. طلع اه طلع الميروزايت اللي جواك. بس الشايزونت هو شايزونت هو مكونات فايفاكس اوفال. الاربع سلالات يا احمد، يا محمد، الاربع سلالات لما غزوا خلايا الكبد، خليه الكبد بما تحتويه من ملاريا اسمها التيشو شايزونت، سواء للفايفاكس، للملاريا، للفالسبيرم، للاوفال، لاي سلاله من الاربعه. لما تحررت الملاريا من خلايا الكبد وراحت هجمت كرات الدم الحمراء، كره الدم الحمراء جواها ايه؟ اي نوع من الاربعه. انا اكون رحت بلد فيها اوفال، خدت الايه؟ خدت ملاريا الاوفال.
بس لو انا خدت اوفال او خدت فايفاكس، ايه بقى اللي انت لازم تكون عارفه؟ ان في الكابل فيه شويه ما طلعوش، انك انت ممكن تعالج تدي بلاد شايزنتوسايد للفايفاكس والاوفال والمريض يرجع لك بريميشن بعدين يقول لك انا عندي ملاريا تاني، فهمت؟ لكن الملاريا والفالس بيرم هي اتاك، هي مجرد كل التشو شايزونس بتاعت الملاري والفالس بيرم طلعوا. دكتور تظهر عند الكريات الدم الحمراء تتفاعل جواها بعدين صار هي كرات مش كريات، ما تسخرهاش، ما هي اوريدي صغيره. ليه كريات؟ كرات عند الكرات تتفاعل معاها بعدين صاروا ميروزويت لما انفجرت. لما انفجرت كرات الدم الحمراء طلعت الملاريا ديت، اللي طلع منها ده اسمه ميروزويت، لكن الميروزويت جوه كرة الدم الحمراء اسمه ايه؟ اسمه بلاد شايزونت. برافو عليك. يعني بره اسمه هات طبق او صحن كده حط فيه شويه حبات فول مدمس، ماشي؟ الطبق وجواه فول المدمس كله كده شايزونت، ده البلاد شايزونت او تيشو شايزونت او صحن زويت. صحن زويت. طب طلع شويه حبات الفول كده اهوت من الطبق، طلعهم بره. قول دول ايه دول؟ بتقول دول ايه اللي طلع الاكل بره الطبق ده؟ ايه القرف ده يا ابني؟ دول ايه دول؟ ميروزويت. تمام؟ طيب من الميروزويت دول بقى، شوف الملاريا ستتكاثر كيف ستتكاثر، بعضهم هيبقى ميل وبعضهم هيبقى فيميل. دول هيبقوا اسمهم جاميتس. جاميتس. بعض الميروزويت هيبقى ميل جاميتس وفيميل جاميتس. يتجوزوا بقى في الانسان؟ لا لا لا، ده بيكونوا نفسهم دلوقتي، ده بيكونوا نفسهم. هيروحوا ايه بقى؟ تيجي البعوضه، تيجي البعوضه اهو، ادي الميروزويت ميل وفيميل. تيجي البعوضه اللي هي ان انفكتد، اللي هي بعوضه ما فيهاش ملاريا، تقرص البني ادم دوت فتروح واخده منه الجاميتس ديت، تاخد منه الميل والفيميل. ويتجوزوا في السلايفة ويعملوا ايه؟ يجيبوا ايه عيالهم؟ سبوروزويت. سبوروزويت. طب يسكنوا فين بقى؟ في الحشرة ديت او البعوضة ديت، ينزلوا المعدة، ينزلوا يعيشوا شقتهم في المعدة السبوروزويت. طيب عايزين يفسحوا تاني، يفسحوا يطلعوا مصيف مثلا او يروحوا يفسحوا، اللي هي في الاردن يدشوا، صح؟ يدشوا، عايزين يدشوا، اوكي؟ يروح يعمل ايه؟ البعوضه ديت في الشقه اللي هي الاستومك فيها 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 سبوروزويت، خلاص فيها سبوروزويت، خلاص؟ يروح ايه بقى؟ ينفكت بني ادم تاني، واحد تاني، ويقرصوه يدوله سبوروزويت، والسبوروزويت يروح الكبد وتيشو شايزونت وبعدين بلاد شايزونت وميروزويت وميلو فيميل جاميتس. ايه في حشرات تانية نط انفكتد؟ تعالوا رسوني، انا انفكتد يا حشرات. خدت البال؟ دي اللايف سايكل بتاعت الملاريا. فهمتوها؟ مش فاهمة انت اسمك ايه قلت لي؟ الاء. الاء مش فاهمة ليه؟ ما من حقها تعيش. الدبانه دق ايه؟ هي بعوضه على فكره مش دبانه. هي الجاميتس حصل ريبرودكشن في السلايفا، الميل والفيميل جاميتس ارتبطوا ببعض عملوا سبوروزويت، السبوروزويت ينزل المعده يعيش بقى في المعده شويه لغايه امتى؟ لغايه ما البعوضه ديت تقرص بني ادم تاني. بطن البعوضه تيجي كده بقى زي الدبانه، الناموس اللي تقرصه، كلمه تقرص هي اللي واقفه. يعني انا دلوقتي لما تلاقوني في مكان ما فيش ناموس في الاردن يا ناس، ده في كتير، صح؟ مش بتيجوا تروح تدب كده ايه؟ اذا كانت انفكتد او لا.
ايه؟ اذا كانت بعوضة يعني كان البنادم ولا لا؟ ايوه اذا ما كانت حاملة. اذا ما كانت حاملة خلاص ده حظ البنادم ده انها قرصته البتاع ديت وما كانش فيها هو حظه. لكن هي دلوقتي لو انفكتد ده اللي هيحصل. كلمة بايت فروم انفكتد موسكيتو بايت هتقرص بني ادم هتطلع دلوقتي الجميل سلير ممكن تقرصه واحده شوف الحظ يا يحيى صح؟ تمام؟ الحظ بقى ان واحده ان انفكتد موسكيتو خدت الانفكشن من بني ادم ماشي؟ وخدت منه الجميل عملوا سبوروزويد والسبوروزويد ده ما اقول لك هتاخده بقى في المايكرو في الصلايفة وبعدين الاستومك والحكايات دي ماشي؟ فاهمين الكلام؟ اه يا احمد قول انت بس السبوروزويد احنا بنبلعه من الصلايفة شوفوا الكلام عمال انا همثل واشرح واتجوزوا وراحوا ما اعرفش مصيف والكلام ده كله وانت بتقول لي نبلع ايه؟ ده قرصة يا بابا قرصة لا اذا بتكتر هو بالسلايف سلايفة مين؟ البعوضة ايوه اما كنت كده بص بقى سلايف انا عمال اقول البعوضة خدته واتجوزه فين في السلايفة وينزل في معدتها والحكايات دي ماشي يبقى احنا عايزين ايه دكاترة عايزين ايه ادوية انا بقول كل الكلام ده ليه عشان ايه؟ عشان نفهم لما نقول بلاد شايزونتوسايد ماذا سيفعل البلاد شايزونتوسايد؟ هيقلل الكلينيكال سيمتوم This is a clinical cure لكن فور تعال نشوف انا ليه مش جايب السلايد المهمة عرفنا بلاد شايزونتوسايد الكلوروكوين اللي قلنا عليه بتاع الأميبا is a blood شايزونتوسايدر is a blood شايزونتوسايدر يقتل البلاد شايزونتس ويمنع ظهور أعراض الملاريا يعني أنا لما أطلع دولة أفريقية بيقولوا فيها ملاريا بيدوني أقراص الكلوروكوين للبروفيلاكسس أنت بتاخد كلوروكوين عشان لو حصل واتقرصت يا محمد بالبعوضة الانفكتد خدت بالك أنت عايز تقتل البلاد شايزونت فعايز تمنع ظهور الأعراض بتاعة الملاريا ما تظهرش عليك فتاخد كلوروكوين تمام؟ لكن ممكن يبقى عندي برايمري تيشو شايزونتوسايد ليه برايمري هو في سكندري شايزونتس هو في سكندري مين يقول لي مين تيشو شايزونت يعني ايه نقصد بيها؟ يعني هيباتيك شايزونتس يعني بلاد سوري يعني هيباتيك البرايمري اللي هم كانوا في الاول وطلعوا بس امتى يبقى في سكندري؟ مين يقول لي لو جت في انت عندي سكندري تيشو شايزونتوسايدر ماذا سيقتل السكندري تيشو شايزونتوسايدر؟ ايه هم السكندري تيشو شايزونتوسايدر؟ ايه قول ايوه في الفايفاكس والاوفال يا سلام يا اسمك اشرف يا صح اشرف انا باخد بالشبه اللي بيبقى على الفيسبوك تمام؟ يبقى سكندري ليه؟ الملاري والفالسيفيرم طلعت كل البرايمري لكن الفايفاكس والاوفال فضلوا شويه سكندري سميناهم ايه طيب؟ هيبنوزايتس برافو عليكم تمام؟ الثلاثة اللي بيقتلوا التشو شايزونتوسايدل يبدأوا بالمناسبة بحرف البي عشان يسهلوا عليكم وعارفينكم انكم بسكوت عايزين تعرف البي بريماكوين وبايريميسامين الشاطر يفتكر حاجه زمان قلناها بايريميسامين ده بايريميسامين فاكرينه ولا نسيتوه؟ ايوه اللي مع السلفونامايد في علاج التوكسوبلازما فاكر بتاع الفوليك اسيد باسوي الخطوه الثانيه اخد تريميسوبريم هاجيب ملاريا النهارده بايريميسامين تمام وفي واحد تاني اسمه بروجوانيل الحمد لله ان كلهم بي بريماكوين بايريميسامين بروجوانيل دولت يا دكاتره تيشو شايزونتوسايدر هيباتيك شايزونتوسايدر طيب حاجه تاني البريماكوين يا بريماكوين انت بس تيشو شايزونتوسايدر انت بس تيشو شايزونتوسايدر يقول لك لا انا جميتو سايدر كمان
يا سلام عليك، احسن دواء للملاريا في من وجهه نظري بجد 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 البريماكويل. البريما برايمري يعني اول واحد، اشطر واحد، اول الدفعه، اول دفعه الملاريا بريماكويل، لانه قتل التشو شايف انتصايدل وقتل الجميد. وانت عايز ايه اكتر من كده؟ انت بالبريماكويل بهذا المنظر بتعمل راديكال كيور لهذا الشخص تماما. هذا الشخص نضف من الملاريا، نظفته، قتلت الجميد، عشان لو بعوضه تاني انفكت هذا البني ادم مش هتلاقي جميد. ومش بس كده، ضربت الهيباتيك شايزونس، خدت البالك؟ ويا سلام لو كانت ايه فايفاكس واوفال كان هيبقى فيه شويه هيبنوزيتس عايشه هناك. انت قتلتهم، البريماكوين قتل للاثنين. ماشي يا دكاتره؟ فاهمين؟ فاهمه يا روما؟ بجد الدراجز دي يا دكاتره عايز اقول لكم، البريماكوين والكلوروكوين من الاوكسيدانتس اللي لو واحد عنده نقص جي 6 بي دي يعملوا له ايه الاثنين دول؟ هيموليتيك انيميا، هيموليتيك انيميا. فاكرين جراي بيبي سندروم مع الكلورام فينيكول؟ اه دول زي الكلورام فينيكول، ممكن جدا يقتلوا الريد بلاد سيل لو ما فيهاش جي 6 بي دي، يعني دي من الحاجات الاوكسيدنت. ماشي يا دكاتره؟ عندي كمان سبرونتوسايدل اللي عندي بايريميسامين از اسبرونتوسايدل وبروكوانيل از اسبرونتوسايدل. البروكوانيل والبايريميسامين سبرونتوسايدل، وممكن الاثنين دول اديهم للملاريا نفسها، اديهم سل البعوض نفسه اللي بيقرصني ده كمبيد حشري، يعني كمبيد حشري عندي بايريميسامين وعندي بروكوانيل كسبرونتوسايدل. ليه مش البعوضه خدت سبوروزايت؟ مش كده؟ يبقى ممكن بمبيد حشري لو قتلت البعوضه ديت هقتل اللي هو الاسبوع، هي هتروح يا عيني واخده تستنشق البايريميسامين او البتاع دوت او البروكوانيل، خدت بالك؟ ويموت فيها السبوروزايت اللي في السلايفا بتاعتها. فاهمين؟ يعني دول ممكن يبقوا مبيدات حشريه، وممكن كمان يتاخدوا للهيومن مرض. لان خلي بالك ان السبوروزويد اتكون من الجاميتس. فين؟ لا 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 لا، ده لازم دول الحشره بس. التزاوج حصل في السلايفا بتاعت البعوضه، مش في الانسان، مش في دم البني ادم. انا اسف، الجاميتس هي فين البتاع ده؟ عايزين نشوف هل السبوروزويد اتكون في البني ادم ولا اتكون في سلايفا البعوضه. اهو فين ايه ده؟ ايه انا رحت فين؟ ايه الغباء الرهيب بتاعي ده؟ اهو بصوا فين يا ترى؟ اهي يا ترى ايه سبوروزويد فين؟ لا السبوروزويد يبقى سبرونتوسايدال في الحشره. انا اسف، لان هي خدت الجميد اهي، الجميد فخدتهم الان انفكتد موسكيتو، وحصل قلنا تزاوج في السلايفا، خدت بالكم؟ وبعد كده نزل السبوروزايد عاش في المعده. يبقى بالتالي السبورونتوسايدل دوره في الموسكيتو مش في البني ادم. بس البايريميسامين لو اديته البني ادم ليه؟ 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 والبروجوانيل ليه؟ لو خده بني ادم ليه؟ برايمري تيشو شايزونتوسايدل. ماشي؟ خلاص يا دكاتره فاهمين الكلام ولا مش فاهمينه؟ تمام؟ كفايه كده النهارده؟ نكمل حبة صغيرة، ناخد دواء واحد حتى صغير. تمام خلاص، يبقى المحاضرة الأخيرة الجاية إن شاء الله يا دكاترة نخلص كل اللي علينا.